بونجور ا توسي بيانفيني دان نوفيل فيديو معكم سفيان الكميري في فيديو جديد. الا كنت اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش دير ابوني. الا كنت ديجا ابوني كنقول لك ميرسي بوكو. فهاد الفيديو غادي يكون خصيصا لكم صحاب اس 3 اس في اي ولا اس تي اي. بعد ما درت معكم البيوشيمي ليكولوجي فغندير معكم حتى البيوفيزيك اللي هو واحد غندير معكم واحد تلخيص اللي هو بسيط للتلخيص اللي تقدر تفاليدي بيه. فكما كتعرفوا ان البيوفيزيك راه فيها ثلاثه لي بارتيات. راه هي البيوفيزيك راه شي حاجه سهله، راه اللي خاصكم تفاليديو في العاديه خاصكم تفاليدي ستاتيستيك البيوشيمي البيوفيزيك ليكولوجي. هاد اربعه ما خاصكمش تزكنوهم في العاديه. الا بقات لك الميكروبيولوجي اللي راه كما كتعرفوا طويله، وتكنيك شيميك راه حتى هو شي حاجه سهله. التكنيك شيميك راه كيعتمد خاصك تكون اصلا خدمتي البيوشيمي مزيان وخدمتي البيوفيزيك، خدم هاد الجوج مزيان وعاد باش دوز التكنيك. حيت التكنيك راه غير عاكر كما كنقولوا لي تكنيك شي حاجه تكنيك، يعني تكنيك كنطبقوا. مثلا الى مثلا عرفتي كيفاش تحسب البي اش في لي زاسيد اميني اللي شفنا في البيوشيمي، راه غادي تعرف كيفاش دير تكنيك في كيفاش تحسب البي اش اللي كاينه في التكنيك. المهم على عين نبداو بالبيوفيزيك اللي هو اللي واحد الموديل اللي ساهل. غندير معكم واحد الغيزيمي وندير معكم اكزيرسيس بطبيعه الحال ريزومي كامل ديال لو بيوفيزيك دي غايون مو، يعني الفقره الاولى ولا الشابيتر الاول. الشابيتر الثاني راه كتكون غير ديال الغاديو اكتيفيتي، داكشي ديال اللي قرينا في بحال الفيزيك نيكليير اللي كنا قرينا في اس2 بحال هكاك. يعني كتبقى مثلا دير ليكواسيون اللي كتكون ديال الفا، ليكواسيون ديال بيتا، ليكواسيون ديال غاما، وشي حوايج يعني بساط. ومثلا كيقول لك الكومبوزيسيون ديال مثلا واحد الذره مثلا ديال الاكسجين مثلا فيها 8 فيها زاد فيه شي حاجه بحال هكا. المهم شي حاجه سهله في هذاك الشيء. وعندكم لا سوليسيون، لا سوليسيون راه هي شي حاجه سهله، يعني حاول غير تطبق هذاك الشيء اللي كتقراو فيها المولاريتي لوس مولاريتي الى غير ذلك. المهم نبداو بالفيو فيزيك باش ما يكونش الفيديو طويل. بالنسبه اول حاجه بالفيو فيزيك غنبداو باول حاجه نبداو لي باز. لي باز نبداو بهم هما لي اهم مهمين، وغير في الاخر نوريكم شي حوايج اللي بساط. لا فريكونس، لا فريكونس فهو كنا كنرمزو ليه حنا يعني عادي كنا كنديرو اف، ودابا ولا الشكل ديالو بحال هادشي بحال ديال في، يعني كتساوي واحد على تي. حاولوا تحفظوها وتعقلوا عليها. لا فيتاس، لا في فهو كيساوي يا اما السي على ان ولا السي على ان. لا فيتاس ولا بغينا هاد ان راه هي السي على في، يعني راه شي حاجه بسيطه غير كدوز هادشي لهنا، يعني شي حوايج اللي بساط. والسي كيف ما كنعرفو فهي ثابته هي السرعه ديال الضوء، فهي كتساوي 3 في 10 اس 8 متر على السكون، ماشي في السكون، فكتسمى لا لا سيلاريتي. لا سيلاريتي نشوفوا لونغور دوند. لا لونغور دوند فهي لاندا. لا لونغور دوند فهي ديجا كنا عرفناها، فهي لاندا كتساوي سي فوا تي. دابا غنشوفوا لينيرجي دو فوتون. لينيرجي دو فوتون الدراري فكيف ما كتشوفوا راه حطيت لكم لي كيسيون، كيسيون من لي زيكزامان، يعني كيسيون كيفاش نشوفوا لينيرجي دو فوتون. فهذا هو السؤال كما كتشوفوا كيسيون قال لك كيلي لا غولاسيون اونتر لينيرجي لينيرجي دان ترانزيسيون الكترونيك الى لونغور دون. فمثلا الى حطوها لك مثلا في الكي سي ام، عباره عن كي سي ام، وحطوا لك مثلا هذه العلاقه راه غتحاول تكوشيها، يعني راه صحيحه. كتبدا اول حاجه اون او كتساوي اش فو في، وعندنا هاد في راه ديجا شفناها الفوق، ها هي سي على لوندا. عفوا وي وي سي على لوندا، سي على لوندا اون. دونك E كتساوي H فوا C مقسومة على لندا. هذه هي العلاقة. عاوتاني مثلا إلا حطولك هاد العلاقة راه هي صحيحة، توصل لهاد العلاقة هي اللي غتحسب بيها. هاد العلاقة راه خاصكم تحفظوها ضروري، هادي مهمة بزاف، هادي خاصكم تحفظوها حيت هي اللي غنحسبو بيها كلشي. هاد H كيف ما كتعرفوا أنها راه عندنا كونستونت. H هاد H راها كونستونت كتساوي 6.63 في 10 أس ناقص 34 جول في السكون. حاولوا تعقلوا عليها مزيان لحقاش غتلقاوها في لي زيكزام. فدابا غنديروا العلاقه عادي، نحسبوا عادي. وعندنا كيف ما كتعرفوا ان السي راه هي السرعه ديال الضوء 3 في 10 اس 8، باش كتكون عفوا كتكون بالمتر سيغ سكون، يعني السكون. فهادي بالجول فوا السكون، وهادي بالمتر بار سكون مقسوم على لاندا. لاندا كيكون عاطينها لك مثلا، لاندا غيكونوا عاطينها لك، لاندا كتكون معطياك، يعني لاندا كتكون معطياك في التمرين، لاندا كتكون معطياك صافي وتحسب عادي صافي. شنو غتساوي لك دابا لينيرجي؟ شنو غتساوي لك؟ غتحسب يعني، ولكن في الحساب راه خاصك تزير راسك في الحساب. مثلا هذيك كيف ما شفنا حنا، هذيك اللي عندنا حنا بالجول باغ الجول باش تخرج لينا نحسبنا، يعني باش تحول من الجول، يعني باش تحولها من الجول فراه غتضرب في 1.6 في 10 اس ناقص 19. ولا بغيتو دير واحد القاعده باش تعقلوا عليها مزيان، راه حيت هاد اش فوا السيره ما كتبدلش يعني ثابته، فهي في الاخر يعني غتعطيكم هي 12000 بحال هكا و412. فهادي دابا حفظوها نتوما تبقى ثابته عندكم، يعني تبقى ثابته فقط في الفولت انشترون، يعني فهاد نتوما تحفظوها هادي.
اش فوا سي حيت غتبقاو تخدموا فيها في التمارين بزاف، حافظوها نتوما هاد تساوي هاد القدر. المهم نتوما ديروا لي التحويلات وداك الشيء باش يبينوا الاستاذ، ولكن باش ما تغلطوش في الكالكيل غتعطيكم هذا الرقم، هذا الرقم حاولوا تحفظوه مزيان ديالها وتقسموه على لاندك ساعه وغتخرج لكم. بالنسبه للثانيه فانا كنحاول نحط لكم كيسيون لو نومبر دو فوتون، لو نومبر دو فوتون راه دايره البروف في لي لايف وداك الشيء. الكيسيون كيسيون ديال ليكزام، هذه الكيسيون ديال ليكزام، كي لو نومبر دو فوتون ايميز دون لا في بوندون دو سكون بار اون سورس une source lumineuse laser de puissance 5 milliwatts sur laser émettait un rayonnement lumineux avec une longueur d'onde de 6,8 nanomètres en deux en dons h فهاد h راه انتما يعني ديما كيعطوا لكم يعني واخا تحفظوها واخا ما تحفظوهاش، h كتساوي 0.63 × 10 اس 34 جول بار سكون فوا سكون، c راه معطيه لينا اي 1 ملي واط فكيساوي 10 اس ناقص 3 واط، 1 نانومتر فكيساوي 10 اس 3 متر. نشوفوا قال لك كيلي لو نومبر دو فوتون، فنشوفوا الحل، ما بغاش نبقى نوريكم كتبت الحل وداك الشيء باش ما يكونش الفيديو طويل. شوفوا لا سوليسيون او نالو غلاسيون سويفون، عندنا هاد العلاقه باش كنجبدوا لو نومبر دو فوتون، حاولوا تخدموا بهاد العلاقه راه هي اللي غتنفعكم. هاد العلاقه شنو كتقول؟ ان كتساوي او تي على او، شنو كتعني او وشنو كتعني او تي شنو كتعني او؟ فمثلا عندنا حنا واحد العدد ديال التلاميذ في واحد القسم، مثلا هذاك العدد خدينا منه واحد النسبه واحد خمسه مثلا، عندنا حنا 80 واحد خمسه، هذيك خمسه راه هي او، وهذيك 80 راه هي او توتال، يعني او توتال على او. دابا حنا ما عندناش او توتال وما عندناش او، كيفاش غنقلبوا عليهم؟ او توتال فكتساوي، عقلوا على هذه العلاقات، او توتال كتساوي بي فوا ديلتا تي، ابليكاسيون نيميريك. شنو هي بي؟ بي راه ديجا عطاو لنا هي 5 ملي وات، ها هي 5 ملي وات، 5 ملي وات قال لك خاصك تحولها، خاصك تحول الوات. فاش غنضربوا؟ غنضربوا في 10 اس ناقص 3، عطاوكم التحويلات، ها هي غنضربوا 10 اس ناقص 3 فوا 2 ديلتا تي، ديلتا تي هو الزمن، الزمن يعني الوقت. فجوج فجوج سكون هما عطاوها لينا هنا الفوق، جوج سكون يعني في التمرين راه قريتو راه عطاونا جوج سكون، غتعطينا هي 0.01 جول. بالنسبه عندنا العلاقه ديال او كتساوي اش فوا سي على لاندا، فهاد العلاقه راه ديجا شفناها وخاصكم تحفظوها، قلت لكم راه غادي تستعملوها بزاف. فعندنا الابليكاسيون نيميريك، نديرو ابليكاسيون نيميريك، حنا دابا هادي جبدنا او توتال، ها هي جبدناها، بقات لينا او، والعلاقه ديال او لينيرجي فهي كتساوي اش فوا سي مقسومه على لاندا. ها هي غنخرجوا بهذا الشيء، عطاونا اش هي كتساوي التخربيق هذا، نضرب هذه في هذا. المهم كيف ما قلت لكم انا هذاك التحويل وداك الشيء غتحاول تحط ليه هذيك 1000 و جو بونس 1000. المهم راه وريت لكم في الاول ما بقيتش عاقل عليها شحال حطيت لكم، واش 140 1000 وقيله جو بونس ماشي 1000، فهي 12412 راه ديجا حطيتها لكم، يعني غتحاول تحطها هنا وتقسم على لاندا. لاندا فين هي لاندا باش تعرفوا لاندا فين هي؟ فين هي اللي عطاكم لاندا؟ فها هي لاندا لا لونغور دون دو 632.8 نانومتر. فخاصنا نحولوها الدراري، فشي حاجه بسيطه خاصكم غير تركزوا في البيوفيزيك، 632.8 في 10 اس ناقص 9 يعني باش نحولوها من نانومتر للمتر. فما عطاكمش التحويلات ديالها هنا، ولكن نتوما خاصكم تكونوا عارفينها، بغينا نحولوا من نانومتر للمتر فغنضربوا في 10 اس ناقص 9. ففي الاخير غتخرج لك هنا درت الكالكيلا تخرج لك 3.14 في 10 اس ناقص 19 جول. دونك دابا نديروا العلاقه اللي عندنا، او شنو كتساوي؟ كتساوي فهي 0 فعفوا هنا ماشي او، هنا راه ان، هنا غنديروا ديريكت لابليكاسيون نيميريك، نرجعوا للعلاقه الاولى اللي درنا هي هذه، نرجعوا للعلاقه الدراري هذه العلاقه، نرجعوا نطبقوا هذه العلاقه. دابا لقينا او، لقينا او توتال، فتو سامبلومون بلا درت لكم العلاقه هنا، ولكن غدير ان كتساوي او توتال على او اللي هي كتساوي 0.01 على 3.14 في 10 اس ناقص 19 اللي غتعطيك 3.18 في 10 اس 16 فوتون. فوتون دابا غنشوفوا لي كويفيسيون دي ديكستانسيون مولير اللي هي هذا الشكل ديالها كيرمزوا ليها بهذا الشكل. فهي اون لا غولاسيون سويفون، عندنا هذه العلاقه اللي كنحسبوا بها، هي ا كتساوي موان لوغ تاع اي مقسومه على اي زيرو كتساوي هذا الكويفيسيون فوا ان فوا سي. فهذه الا بغيت تعرفوها شنو هي راه ديجا شفتوها في البيوشيمي، البيوشيمي ديال جو بونس الطبي، طبي راه حطتها البروف، يعني هاد الكويفيسيون هادي. فهي شنو كتساوي؟ فهي هاد الكويفيسيون كتساوي موان لونغ تاع اي مقسومة على اي زيرو فوا سي على سي فوا ال، كتخرج لك بالسنتيمتر موان زا، في المول موان زا، على اللتر موان زا. فبالنسبة لهاد السي إلا بغينا نجبدو هاد السي، يعني إلا بغينا نحسبو هاد السي، راه هي السي كتساوي سي ام باغ ام.
وعندنا كذلك لا ريزيستيفيتي دو لا مومبران. لا ريزيستيفيتي دو لا مومبران فهي كتساوي او كتساوي ار فوا اس مقسومه على ان. هاد ان فهي لا باريونس دو دو لا سيلول. هادي لا با لا لو بيسور عفوا لو بيسور دو لا سيلول هاد ان. ف او الى بغينا نجبدو او فهي كتساوي دبليو في فوا ام. دابا غنشوفو لو غيون اكس. لو غيون اكس فعندنا لو غيون اكس شنو كيساوي؟ فهو E سي A كتساوي H فوا C مقسومة على لاندا زيرو. شنو كتعني لاندا زيرو وكيفاش لا بغينا نحسبوها؟ لاندا زيرو فهي كتساوي H فوا C مقسومة على E سي A. يعني غندوزو غير هادي غندوزوها. حنا عندنا هاد العلاقة ونلعبو بها باش نخرجو لاندا زيرو. راه كلشي عارف هادي يعني غير داكشي غير ماتيماتيكمون. لاندا زيرو شناهي؟ لا لونغور دونت ليميت. يعني هي واحد لا لونغور دونت محدودة. و U سي A فهي لينيرجي ماكسيمال يعني الطاقة القصوية. نشوفو هنا يعني عندنا هادشي هاد التحويلات خاصكم ضروري الدراري تحفظوهم. وهاد التحويلات راه مهمين. فلا بغينا نحولو من المتر لان انوشترون فكنضربو في 10 اس 10. ولا بغينا نديرو العكس من انوشترون للمتر فكنضربو في 10 اس ناقص 10. فحاولوا تحفظوها مزيان هادي. كلاسيفيكاسيون دي زون سولون لي لونغور. كلاسيفيكاسيون دي زون سولون لو لونغور. فمثلا كيبان كيقول لك الا كان عندنا الغيون غيون غاما فهي كتكون محصوره ما بين 10. الا خرجت لك يعني مثلا كيقول لك احنا نشوف واحد ديكزيرسيس 10 اس ناقص 4 حتى 0.1 انوشترون فهي لوغيون اكس. لوغيون اكس عفوا لوغيون غاما. هنا لوغيون اكس فا هو كيخرج لك ما بين 0.1 حتى 100 انوشترون فهو لوغيون اكس. هنا الترا فيولي فما بين 100 حتى 4000 انوشترون. وبالنسبه لوغيون فيزيبل فما كتبقاش تشوف هذه لوغيون فيزيبل فما كتكون ما بين 4000 حتى 8000 انوشترون. وبالنسبه انفراروج اللي هي 5 فهي ما بين 8000 حتى 10 اس 7 انوشترون. يعني فهو عدد كبير. شوف واحد ليكزيرسيس تري امبورطون. نشوف واحد الكيسيون قال لك ابري اكزيستون بار اون سورس لومينوز ان اوبجي ايميتي اون انرجي دو ترانزيسيون الكترونيك دو 4.8 في 10 اس ناقص 19 جول دون كيل دومين دو سبيكتر الكترومغنيتيك سو سويت سو سيتيي لو غايونمون ايميز. فا الا بغيت مثلا الا بغينا نحسبو فكما كتشوفوا ان ان اف في كتعطينا كتساوي هي 1.6 في 10 اس ناقص 19 دونك 1 جول فهي كتساوي 1 مقسومه على يعني كندوزو غير هذه هنا 1 مقسومه على 1.6 في 10 اس ناقص 19. دونك دابا حنا عندنا 4.8 يعني اللي عطاونا هنا عندنا عطاونا في المعطيات 4.8 في 10 اس ناقص 19 جول. يعني دابا واحد كتساوي هذا الشيء و4 فهي كتساوي 4.8 في 10 اس ناقص 19 مقسومه على 1.6 في 10 اس ناقص 19. مشينا 10 اس ناقص 19 مع 10 اس ناقص 19 واش بقى لنا غير او في. ف غتعطينا الى حسبته غتعطينا 3 الكترو فولت. ف 3 الكترو فولت فهو لو دومين فيزيبل. لو دومين فيزيبل. كانت هذه نهاية الفيديو. استودعكم الله الذي لا تدعو ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. نتمنى لكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وبون كوراج ان شاء الله.